شنو يسموا فيهم؟ أنفيبيا. إذا في عندي كلمة مهمة أنا هذه اسمها أنفيبيا، تعني نباتات برمائية، تعني نباتات برمائية. يعني نباتات هذوما يحتاج الماء لغرض شنو؟ بس. إذا هذا معنى كلمة نبات برمائي، يبدو مية باش يتكافى، مش باش يعيش. لا، باش يتكافى، ينجم عليها. من هما هما؟ بريوما، من هما هما؟ بريوما. إذا أخذنا أرضي وأخذنا من تالي موسس توا من عندي أهم واحد فيهم هو الفيرمس. أوكي هو ماني فيرمس أوكي مش كونفيرس هما كونفيرس رمضية بل السلطة سيادة حال زي شو يقولون؟ فيرمس لا الفيرمس اسمه باللاتيني يلي يتكلم فيرمس سموا فيه ريوما احد الكلمات اللي مش تجي المحاضره بسرعه شو يسموا فيه باللاتيني ريوما مش بتريدو بيزا يسموا فيه ريوما باللاتيني شو المميز بالفيرنس هو سبورينج ونفس الوقت غيره فاسكولا هو سبورينج ونفس الوقت غيره فاسكولا اذا الفيرنس المميز فيه انه هو نبات سبور التكاثر بس الابواب ونفس الوقت غيره بصل عندنا بصلة تيجي عندنا بصلة تيجي جميل لأن هذا بصلة تيجي وسبيرنس يعني المميز الثاني فيه إنه هو الموس سوبير عندك في الشيء الموس سوبير سبورينج يعني أنا واحد في التطور من جماعة سبورينج بس لحد يتكلم معه قال إنه هو أقل واحد فيه مسمار قلبي وأعلى واحد فيهم هو البيرنس لكن مش أعلى واحد النباتات أوكي وأعلى واحد جماعة بني ناحية التطور ليش؟ لأنه هو الأونلي الأونلي تري سبورينج الوحيد اللي جماعة السبورينج اللي جاء شجرة كبيرة أما الثانية تكون النباتات شنو صغيرة الثانية تكون النباتات صغيرة إذا من جديد قال الفيرنس لنتكلم من جديد الفيرنس يسمو فيه باللاتيني تريدوفان يسمو فيه تريدوفان فهو النص صغير سبورين قاعد أتأكد أكثر واحد بصور مش معك بني سبورين أولي سبورين كيف أولي يعني الوحيد مش معك سبورين قال يعتبر إيش تري مش معك شنين أوكي إذا هو أولي تري سبورين فحاجة ثانية طريقة التكاثر بتاعها غير الريبرودكشن قال لي تكاثر يا أما جنسية كلمة جنسية معناها معايا في عندي ميل وفي ميل في عندي خلايا سبيرم وخلايا أوفر سبيرم معناها منوي وأوفر معناها بويضة في جمع بين خليتين يعني في تطور في الكائنات لكن إذا تكاثر لا جنسية باستخدام الجذور بتاعها راي زومس يعني بواسطة من الأخير بالروس كيف بالروس؟ طيب الفيرمس عنده روس واحد من روس جديد ينفصل عنهم ويمشي يكون في نبات ثاني بس شو يسموا فيها الطريقه هذه بالرايزنس يسموا فيها رايزنس واللي هو التكاثر بيكون لا جنسي اسيكشوال واحد مش معنى لا جنسي يعني لا عندي سبير ولا عندي اوفر اوكي نفس النبات قاعد ينسف في روحه بدون ما يكون ايش جديد اذا الفيرمس هو اعلى نبات اما نباتات سبوري هو سبوري الوحيد اللي بيجيني اهم شيء ان كلاب مويسس عنده اسم باللاتيني يسموا فيه ديكو فاي مكتوبه في الورقه اللي قبل هذه
في ورقة الثانية أو الأولى تقريبا الأولى ولا الثانية في تصحيح بس نصحوه على شيء الأولى الأولى في غلط بقى اللي هو مني نور ستيل دوت كور دايرين قوسين كاتبين إليكو فايت خطأ مش هي إليكو فايت مش هي مش نور ستيل مش نور ستيل إيه حطها لابس الصفحة الأولى أنا قدام نور ستيل إليكو فايت حطها لابس إليكو فايت من الكلب موزيس إليكو فايت من الكلب موزيس الصوت يسموا فيهم فيرنس أليس فيرنس شبيهات الفيرنس أليس شو يسموا فيهم فيرنس أليس شبيهات الفيرنس أشباه مني فيرنس أوكي مش دي سبوري مع سبوري يعني بالأول عند الأرجي تاني مو الموسس أشباهي خذوهم كمقارنة يعيش في المية في الموسس يقدر يعيش في الأماكن المعتدلة يعني يعيش على الليكس على المستنقعات أما هذا يعيش وين؟ الروز في السيزون ممكن ان هو ابسط واحد لا عنده روز ولا عنده شوز لكن هذا عنده سمول روز تايني ليكس سمول روز شو ثاني وتايني عنده اكس ايونات غير ما عندهش فيعتبر الارجي غير الاستبدال ابسط شيء نبع ابسط ايش؟ نبع المويسس نجوع على الروز الارجي ارجي ممكن نجيح حجم كبير يوش وين نجاح حجم كبير يوش؟ عند الميسي ويسموا فيه اللي تحت البحر يسموا فيه سي وين يسموا فيه سي وين شن أهمية اللي تحت البحر هو معكس المية ويدير في عملية بناء ضوئي فيوفر أكسجين لمن لكائنات البحرية وهم يوفروا لهم نفس الكربون نفس الشيء أوكي هو يوفر لهم أكسجين وهم يوفر شيء ثاني أكسيد كربون إذا شن أهمية السي وين يوفر شنو يوفر إيش أكسجين للكائنات البحرية. هذه كلمة تجمع ماني سبور. سبورين. تقدر تقسمهم بطريقة ثانية ولا؟ سبورين بصل ولا سبورين نان؟ من هم سبورين قد يبصلوا لها؟ ثلاثة. فيرنس وجماعة. من هم فيرنس كموز مثل هورس تيل. وصوصة منهم شنو فيرنس؟ يسمى جامنيو سبير او يسموا فيها ناكد سيد ناكد سيد يعني كاس عاليه في البدور عاليه جني بدور اوكي شو يسموا فيها ناكد سيد يعني هذه تتكاثر ريبروديوس باي كولز تتكاثر بوسط جني مخالف تتكاثر بواسطة ايش؟ المخارج. اوكي. اذا الجامنيو سبيرم تتكاثر بواسطة كولز. باهي الكون هذيما، الكون هذيما، هل هما جذابة وعندها الوان جوز هدايا؟ لا. اوكي. الكونز دايما الكونز الكونز. الكونز قال لي not attractive. ليست جذابة. not شني attractive. as the flower. اوكي المخاريط هذيما تاعت الصنوبر حطي الصنوبر الكوبا تاعها هذيك هذوما مخاريط اوكي هذوما غيرهم مخاريط سموا فيهم كونز هل الكونز توا جذابات؟ لا ما فيهمش اي طرق للانجذاب يعني هل التكاثر بتاعهم يعتمد على الحيوانات؟ لا ما يعتمدش على الحيوانات باري جدا مهم على هذا يعني always
جرين طول السنة بيكون أخضر طول السنة شو بيكون أخضر كم في عندي نور في عندي أربعة كم في عندي نور في عندي أربعة مشي جنب الخير خير هو شو يسموا فيهم أيضا نيجي باي لكن هذا دكتور الشيء باي كورس باي شني كورس دابا متنوع هي مش متنوعة على فكرة دابا متنوعة في شيء أنا ملخص لك بس أنا انتبه أنا جات ملخص من ناحية أسئلة جدا يعني أحيانا تكون جدا عمرك شبهت الكورس دابا كم زي كم عندي نوع؟ أربع أنواع جدا إذا كم عندي نوع؟ مش معنى دور السبير أربع أنواع شوف معنا كنت بقى تقول لك تلخص أوكي تشبه في كلام الدكتور الدكتور لو قالوا اليوم الدروس كلام تحتهم بعدين بيجي يقولهم لا مرات نجيب لكم أوكي فهو كلام كلام عن كل واحد لازم مولد المهمة أول شيء يجي جد الصنوبر كل فيس ثاني شيء شنو اسمه ساي كيس اوكي ثالث شيء شو شنو اسمه جيم كورس والاخير اسمه جيم ذكرت نوع من جيم سبير اربع انواع منهم الاربع انواع كونفيرس ساي كيس جيم كورس والثاني هو جيم اوكي منهم كونفيرس سايكيس جينكوس والثاني هو جين والثاني هو جين ما ضايقش عليك اوكي كلمة لكل واحدة بس اهم شيء كم نوع هما؟ لو جاب لك أي واحدة فيهم بالله عليكم الجيكوس من ذا الدواء؟ لا زي دواء أوكي بقى الجيكوس باسكلر ولا نام باسكلر؟ باسكلر ليش بتاع نام باسكلر بيطا؟ باسكلر ولا؟ مش هي قبل سبير قبل سبير بسيدي وقلنا كل سيدي باسكلر شكاقت الجريات كيه؟ باسكلر أوكي سبورينج ولا سيدينج؟ سيدينج حاجة وحيدة مش فلوريس كونش بازار الكونفرنس الصنوبر اوكي شركة الصنوبر هذه كان لي عندها شيء اوراق زي الابر نيدل ويكون شرعية واكسي ليفز نيدل واكسي ايش؟ ليفز اوراق شمعية اوراق غيرها شمعية زي الابر الأوراق بتاعها زي شيء زي الإبر، أوكي؟ إذا نيد الواكسي ليفز، نيد الواكسي شيني ليفز، تمام؟ تري إنسايد بتاعها، نيد الأشجار. إذا الآن شيء كونفيرس الأوراق بتاعها شو بتكون؟ نيد. لكن ليش واكسي؟ الشمع اللي موجود عليها يمنع بريفنت. الشمع اللي موجود عليها بريفنت. الفنجل انفكشن يمنع العدوى بريفنت الفنجل ايش انفكشن يمنع العدوى شنو فطريه اوكي اذا هذه النيه النيدل واكسي ليز اذا ليش عندها واكس بريفنت الفنجل انفكشن بعد السايكيز زي ناخذ بالصدر بعرف لو وجودها غلكي وبعد الأوراق دلت السعة دلت حلقة سيركولا دلت شنو سيركولا والكون يكون حجمه كبير هذا يوصل حتى طول وموجود في نص الأوراق زي النخلة بالضبط أوكي فهذه كان يجي عندها السايكيز عندها دارجس كون عندها كون واحد كون أكبر واحد فيهم كلهم أوكي بتوين سيركولار ليفز ما بين اوراق تكون على شكل شنو دائره على زي النخله اوكي النخله مش اوراق بتاعها جات فوق ثلاث زي الدائره ولا اوكي تخيل لو حط كونس كونس مخروط يكون كبير يعني لو هذا المخروط بتاعها بيكون
حجمهم هذيك بيكون مخلوط زي كبر الصبور اوكي فعندها largest ايش كونز اذا ما هي عندها اكبر كونز سايكليك هي سايكليك ساقي نهاية. بقى كان كان كوليش ساقي نهاية. بقى كان 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 جاف.
اوكي نفس الشيء اوكي بالدرجه فلازم يكون عندها ليتالي وميكس اوراق جلديه الاوراق بتاعها تكون صلبه هلا باش تقاوم شنو الجفاف تمنع الجفاف باش تمنع ايش الجفاف شو قولها ليتالي ليز شو قولها ليتالي اوكي اذا كل واحد يتكلم كلمه الكونفرنس نيدل واكسينز السايكيز لارجست كون وين سيركلز اوكي ريجيكوز ريجيكوز وهي ايش بدك ايش شنو لا اوكي تمام الجنس لا فيها ليش لما تدخلها الساحل الصحراوي اوكي فالرياضة عندها ليتري جنين ليس عندها جنين ليتري ليس اوراق جلدية جلد اوراق سميكة البريونيك ليف اوكي انها جاي داخل يعني تكون
الجنين، تكون جنين الجنين، يسمى باش الورقة الجنينية. إمبريوني إمبريون جنين. إذا داخل الورقة داخل السيد في عندي ورقة صغيرة شو اسمها؟ كوتيلين. شو اسمها؟ كوتيلين. أنا كاتب هذا هو الكوتش هذا كاتب قال في عندي نوعين مونو كوت وداي كوت قال في عندي نوعين من نباتات الأنجيوسبير كل الأنجيوسبير عندها فلور لخبط يقول لك المونو كوت عندها فلور ولا ما عندها عندها ولا بعدين كوت عندها فلور ولا ما عندها يقول لك المونو كوت بس فلور ولا ما بس فلور السيد ولا هي بصمه فهي شنو بصمه بس بس تطبق تحس امتحان هو سؤال سهل لكن لنا ما روش امتحان جواب فهي هذه الفرقه اللي شوف معي سهله جدا قالك هذه عندها ون كوتيلين فرقه واحده عندها ورقه واحده وهذه عندها شنو كوتيلين إذا هذه عندها فرقة واحدة عندها كم؟ زوج. تو كوتيلين. أوكي؟ باب. شو الثاني؟ قال لي إن هذه الليف بتاعها غريب تختلف عن كيف؟ لما نجمع في مونوكور زي الذرة، نبات الذرة كور. الذرة. الورقة بتاعها زي السيف. وفيها خطوط متوازيات. فيها خطوط متوازيات. الخطوط هذا متوازيات شبهوهم بالعروق على المجرمة في اليد اوكي العروق مثل في اليد اكل ولا في وريد ولا شريان وريد ولا شريان وريد اما الخطوط هذا عبارة عن شريط اوريد كلمة وريد بالانجليزي فيز فشبهوا الاوراق هذه ان عندها جني فيز عندها ايش؟ فيز قال لي والله بكل بساطة هذه عندها بارل فينيشن بارل ايش؟ فينيشن مكتوبة غلط شيء بس بارل فينيشن يعني العروق بتاعها خلوها متوازية أما هذه زوارق الغلبة شبكة تلقاها زي الشبكة زي اوكي فهذه شنو عندها؟ نت وور فينيشن عندها نت وور شنو؟ فينيشن عندها نتورك ايش؟ فينيش اوكي اذا المونوكوت عندها بارلل فينيش والدايكوت عندها نتورك فينيش نتورك شنو؟ فينيش اوكي بقى شو الثاني من الفروقات؟ بقى الفينيش هذا عباره عن شنو؟ خطوط يعني موجودات وين؟ في الورق يا اما بارلل ايش معنى بارلل؟ متوازي اما نتورك بيصير زي الشبكيه شوف معي قال لي ان المونوكوت مونوكوت الجذور بتاعها جدا ليفي زي الاليات زي العشب اوكي فيقول له فايبروس روت جدا ايش؟ ليفي جدا شنو؟ ليفي او كلمه ثانيه ادفنتيجوس ادفنتيجوس روت ادفنتيجوس شنو؟ اما هذه زي مثلا الكرز الجزر تلقى روت زي دور في عندها روت اساسي طلعت منها روت صغيرات لا ترى الروت اوكي فهذه عندها تاب روت عندها شنو تاب روت او يسموا فيه راديكال اساسي او جزء او رئيسي اذا من الاخير هذه عندها كوتيليدون واحد شو معنى كوتيليدون؟ ورقة موجودة داخل السيل أو يسمى فاهم بريونيك لي أما هذه عندها زوز هذه عندها ورقة هذه عندها كم؟ زوز هذه عندها بارلل فينيشن شو معنى بارلل فينيشن؟ زوز أما هذه عندها شنو؟ نيت وورد فينيشن شو معنى كوورد فينيشن؟ هاي وقت زي الشهر هذه عندها فايبروس روت أما هذه عندها شنو؟ تاب روت أوكي شو معنى فايبروس روت؟ ليفي
ما نعطيه بروس رود دي اما هذا ايش عنده تابوت ما عنده بروس رئيس باهي هذه المونوكو لما نفتح ستم واضح انا فاهمكم انا فما اكثر لما نفتح ستم ستم الجذر بتاع المونوكو شنو يختلف عن الدايكوت اوكي ستم الساق يس ستار ايوه اه كيف تكمل ايه عطيه نفس بور الزوز هاز
الزوز، يعني الزوز لازم نزيدو فيه ايش؟ الكمية الوحيدة اللي تزيد في العرض لا باي سؤال كم نسبة يزيد في العرض ولا تسعة؟ يزيد ما حد قال يزيد مش بتاب تاني يا راجل انت تذكر الصنوبر حاجة كبيرة مسافة أفضل عمرك قلت صنوبر انت تيجي هيك طويلة ماشية بسماء ناكل ولا كل مرة اوكي فبالله خليك تفكر بذكاء بدون تفكر بغباء تمشيش انت حاضر فكر بذكاء شوي اذا كلهم عندهم دورين لكن مش كلهم عندهم السكن اثنين ما عندهاش السكن مونو مونو